40 على 9. اخر سؤال لحد الان بقول لك دراسه اللي شايفه ضغط شايفه بالطريقه الصحيحه وباحه شايفه موجود الكتاب من الباب هاي المحاضره classification of hypertension to the order in a pregnancy. طبعا بدي اكون هذا المخطط وبعدها راح نحكي كل وحده وتعريفها. شو هي البلد بريشر؟ مثل ما قلنا اكثر او يساوي 40 على 90 والدايستوليك 190 يساوي او اكثر من 90. طبعا هو بيتعلم اذا جوا ال 20 ويك هذا شيء يعتبر كرونيك هايبرتنشن. يعني هاي البيضة مو هذا ما له علاقة بالبزنس، هي عندها كرونيك هايبرتنشن، يعني هي عندها قبل الحمل بس يمكن ما مشخصته. اجت في البوكينج فيزيت لقيناها عندها ضغط، هذا نسميه جستيشنال لوبري اكلامسيا لو شو نسميه؟ كرونيك. اوكي؟ بس حالة وحدة فقط ممكن تجي جوا ال 20 ويك وهي بري اكلامسيا. يا هي يا حمل الاتش مول هادت الفار مول ممكن يجون جوا ال 20 ويك وعندهم بري اكلامسيا. قلت لكم ليش البري اكلامسيا بالضبط شو له علاقه باللارج بلاسنتا لارج تروفوبلاستيك تشو. الاتش مول شو يصير عندهم؟ لارج تروفوبلاستيك تشو ممكن يسوي لنا بري اكلامسيا قبل ال 20 ويك. صار واضح؟ هاي الفانكشن الوحيد يجون جوا ال 20 ويك. إذا المريضة إجت 20 ويك أو أكثر وعندها ضغط فيسموها جستيشنال هايبرتنشن. جستيشنال هايبرتنشن نسميها طبعا هو يقول لك مرات بيها أورجانيك دامج أو مرات نو أورجان دامج وماكو بروتين ولا إذا ماكو أورجان دامج وماكو بروتين ولا شو يسمونها جستيشنال هايبرتنشن وهي بناين كونديشن ما يخوف. ولو أكو نسبة بعدين يتحولون إلى البريك لازم نراقبهم. إذا عندها أورجانيك دامج وعندها بروتين يوريا ها شنو؟ بري اكلامسيا. مرات ماكو اورجانيك دمج بس بروتين يوريا بعدها بالمايلد بري اكلامسيا هم نسميها بري اكلامسيا. صار واضح؟ هسه واضح التقسيمات. هاي كلش مهم يجي في كيسنا ضغطها طبيعي مرتفع بس ماكو بروتين يوريا. شنو الدايجنوسيس؟ تقول جستيشنال هايبرتنشن. اقول لك ضغطها جوا ال 20 وفي ضغطها مرتفع شنو الكيس هاي؟ شو تقول لي؟ كرونيك هايبرتنشن. قلت لك ورا ال 20 ويك وضغطها عالي وعندها بروتين يوريا شنو هاي؟ بري اكلامسيا. بعد شوي راح اعلمكم يا هي المايلد ويا هي السفير بري اكلامسيا. صار واضح؟ زين هسه الجستيشن هايبرتنشن حكينا بينما هو يعني وطبعا التعريف هو قبل شوي قلت لكم ورا ال 20 ويك بنفس الوقت يستمر 6 اسابيع بعد الولاده. يعني اذا اجت مريضه مثلا بعد الولاده قبل ما تنتهي 6 اسابيع ضغطها عالي شو نسميها؟ ما عندها بروتين يوريا شو نسميها؟ جستيشنال هايبرتنشن. واذا عندها بعد الولاده وضغط قبل ما تخلص السته ويك وعندها ضغط عالي وبروتين يوريا شو يسموها؟ بريكلامسيا. فهو تعريفها من ال 20 او اكثر لحد سته ويك بعد الولاده. اكو مريضات ما نزل هذا صار هذا كرونيك هايبرتنشن. يعني يمكن انت المريضه ما مشخصه اجتك هي ورا ال 20 ويك لقيت عندها ضغط، لقيت عندها بروتين يوريا، انت عبالك بري اكلامسيا. بعدين ورا ما خلصت ستة ويك ظل بروتين يوريا وهايبرتنشن، معناها هذه اصلا عندها كرونيك هايبرتنشن ودرينر ديزيز. صار واضح؟ اذا الهايبرتنشن ورا ستة ويك ظل والبروتين يوريا راحت، معناها هاي كانت كرونيك هايبرتنشن وسوبر امبوز بري اكلامسيا. هسه راح نجي اتهمتوا قصدي؟ يعني اذا هي ظلت ورا ستة ويك وظل ضغط عندها ما في بروتين يوريا هاي اصلا هي بالاصل كرونيك هايبرتنشن بس هي ما اجتك قبل ال 20 ويك ولا اجتك قبل الحمل كانت ما مشخصه. اذا كان البروتين يوريا ويا بعد ال 6 ويك هاي معناها هي يمكن عندها كرونيك رينال ديزيز وهي اللي مسويه الهايبرتنشن. اذا ظل بس هايبرتنشن والبروتين يوريا اختفى هاي هي اصلا كرونيك هايبرتنشن ودورنج الحمل كانت سوبر امبوز بري. لهذا السبب كرونيك هايبرتنشن هو خطر. ليش خطر؟ اللي ممكن يصير وياه سوبر امبوز بري اكلامسيا. اوكي؟ طبعا هذا يصير في مرتبه المرتبه رادان برايمي، دام هذول اعمارهم جايبه اطفال وقت هم جستيشنال هايبرتنشن اكثر من البري اكلامسيا. فريكونسي اند سيفيريتي انكريز وذ ماترنال ايج، كل ما عمرها ازداد كل ما الضغط ازداد. اوفن ريتر اند فاملي، يعني كل حامل يرجع لها وعاده هي فاملي يصير عندها جستيشنال هايبرتنشن. And those women with high incidence of hypertension later in life. يعني هذول عندهم gestational hypertension يتوقع يصيرون عندهم chronic hypertension. بس ما يصير رأسا ورا ست اسابيع، ورا فترة. صار واضح؟
بس الجستيشن بروتينيوريا وداوت هايبرتنشن هذا رير، يعني تيجي بس بروتينيوريا بس اغطها ما في شيء، بس اثناء الحمل ولا العشرين ويك وقبل الست اسابيع بعد الولاده تصير بس بروتينيوريا، بس ضغطها طبيعي يسموه جستيشنال بروتينيوريا، لان مو عندها رينال ديزيز، وهذا كلش رير احنا ما شايفين. صار واضح؟ بري اكلامسيا هي الفرق عن الجستيشن هايبرتنشن شنو؟ بس بها بروتينيوريا وياها مرات يدي اورجانيك دامج، اذا مايلد مايلد سيفير سيفير صراحه تشكل وياها. بعد الكرونيك هايبرتنشن هو الديفيكول هو بري اكزيستنج قبل الحمل. مرات الميضه تجينا بال 20 ويك ضغطها طبيعي بس تقول لك انا عندي ضغط مزمن بدي اخذ العلاج، لان هي قاعد تاخذ علاج ضغطها طبيعي عندي انا شيء. صار واضح؟ زين. طبعا الكرونيك هايبرتنشن مثل ما ماخذين بالباطنه ممكن يكون برايمري وداوت كوز، ممكن يعني اسينشال وممكن سكندري، وتعرفوا هاي الجولون برايتس رينال ارثروزنوزيس دايبيتيك نفروباثي بوليسيستيك كدني اس ال اي كرونس ديزيز او كاركتيشن اوف ذا اورت انا الى اسباب. بكل الاحوال طبعا اكو التصنيف الخامس هو كرونيك هايبرتنشن سوبر امبوز بريكلامسيا، حكيت لكم اياها اللي يصير وياها ورا ال 20 ويك، بس بشرط ورا ال 20 ويك ترى صرايتها بروتين يوريا ورا قد الست اسابيع ورا الولاده تختفي. وذا الهايبرتنشن برايمري سكندري ريسك، ليش ريسك؟ يعتبر ايفن ان ذا ابسنس اوف سوبر امبوز بري اكلامسيا، لان هو يعني ممكن يتحول الى سوبر امبوز بري اكلامسيا وهو خطر. ليش؟ لان يسوي لنا اي جي ار وممكن يسوي لنا فيتال بيت، يعني ما مستهان فيه، لازم نعمل مراقبه وعلاج. اكلامسيا شنو معناها؟ هي مريضه عندها بري اكلامسيا وهذا سيفير فورم تتحول الى اكلامتيك فيت، هي كونفرشن ميضة شلون عندها ابيليبسي، جراند مال ابيليبسي. صار واضح؟ يعني ميضة تجي مثلا تجيك عندها ضغط هي، بس هذا الى مرات اعراض قبل ما تصير، يسموها ايمننت اكلامسيا، بس راح اشرحها. بس التصنيفات اهم شيء انواعهن، وبعدين نحكي على السيفيريتي اوف بري اكلامسيا احكي لكم اياها. انا ما تحطوا استاذ قدامكم ومكتوب الاعراض. الهيب سيندروم هاي هم يصير ويز بري اكلامسيا، هي شنو؟ هي اكرونيم اوف هيموليسيس انيفيشن اوف ليفر انزايم اند لو بلاتلت كاونت. هذا فيت اوف كونديشن ان الميرة شو تصير دي اي سي بيها، تصير ليفر فيلر، ليفر ربشر، اوكي؟ فهي وومن وذ هيب سيندروم تبيكال بريزنت وذ ابيجاستريك بين نوزيا اند فوميتنج هايبرتنشن مي بي مايلد اور ايفن ابسنت. يعني ليش قلت لكم هسه انتبهولي شويه في التقسيمات تكون مايلد وسيفير بري اكلامسيا وهيب سيندروم، يعني هي مو شرط السيفير بري اكلامسيا ضغطها عالي، فاذا غير ما اذكر تبين هي سيفير، وممكن ضغطها عالي بس هي مايلد بري اكلامسيا لان ما عندها اورجان دامج قوي. صار واضح؟ فانتبهوا من اقول لكم سيفير بري اكلامسيا معناها اكو اورجان دمج، نقول لكم هاي بس ضغطها مرتفع وبها اشياء يعني ماركر بسيطه. اوكي؟ سيفير بري اكلامسيا هاي ضمن التعريفات الصراحه مقسمه، سيفير اكلامسيا اللي هي تصير بها سيفير هايبرتنشن والاورجان دمج واكو مانستيشن خاصه بها راح نكتب. اكو شيء اسمه تعريف سيجنفكت بروتينيوريا، شنو سيجنفكت بروتينيوريا؟ انا اعرفها هاي داخله ضمن البري اكلامسيا. يعني انا ما اقدر اقول المريضه بري اكلامسيا اذا ما اتاكد البروتين مالتها شنو 300 ملي جرام بالملي مول خلال 24 ساعه، هاي نسميها سيجنفكت بروتينيوريا. يعني مرات اكو بروتينيوريا اقل من هاي، هاي تصير طبيعي فيزيولوجيكال، مثلا مريضه واقفه هواي تسوي اكسرسايز، الا نجمع يعني خلال 24 ساعه 300 ملي جرام بالملي مول يلا نقول هاي سيجنفكت بروتين يوريا. هذه تمشي ويا البري اكلامسيا. اكو سؤال لحد الان؟ عرفت التعاريف؟ بس الاكلامسيا يعني هي اذا هي ليش اصلا انت نيورولوجيكال كونديشن مثلا وهي واحد من الريسك اوف بري اكلامسيا هي رينال ديزيز. وتذكر محاضره البارحه اللي عندهم ممكن هذول يصيروا عندهم بري اكلامسيا، ندور على الهولة بالفيرس فيزيكا هم عندهم هاي سكور بري اكلامسيا وحده منها رينال ديزيز. فهي يمكن عندها بروتينيوريا بس شو تصير؟ هاي بروتينيوريا قبل الحمل واضحه، هذه ما لها علاقه مو جستيشنال بروتينيوريا، بس اذا صار وياها ضغط ورا ال 20 ويك شو تحولت هاي؟ هاي صارت بري اكلامسيا لان عندها ريسك
الدكتور تكلج الإكلانسي يعني هي مصير فيها سيجر وفي كلني أقصد لابيش هي أصلاً عندها نيورولوجيكال كونديشن عندها إبيليبسي يعني أصلاً هي عندها إبيليبسي. هاي عندها إبيليبسي أنت لازم إذا ما ضغطها طبيعي وما عندها بروتينوريا هاي الإبيليبسي مالتها الإبيليبسي أنت ما لها علاقة بس إذا صارت وياها هسه حقول لك شنو صفات الإكلامتيك فيتي صفات الإكلامتيك فيتي يصير راندومون ويصير خلال دقائق والمريض تطب كوما 3 دقائق إلى 5 دقائق وتبعد. ما يعني هاي فرق ممكن ليش السيزر يشغلون ينامون اكثر يعني ربع ساعه نص ساعه ديب كوما اذا مين طبت الديب كوما نخلي لها بده شات داز في كيف خاصه على الانترفير هومورج فضل الديب كوما. اوكي اكو سؤال زين هسه شوفوا هاي بارتيشن كان دي كلاس 5 اكوردنج تو ديسبيليتي 2 انا قال لي سيبيليتي اوف هايبرتنشن ما قال لي سيبيليتي اوف بري اكلامسيا تشوفوا هاي تشمل جستيشنال هايبرتنشن تشمل كرونيك والبري اكلامسيا فالفكره من الناس صنفتها يكون سيفير هايبرتنشن مودريت ومايل ليش على مود يمتلد العلاج لان اذا البطل صعد زايد يسوي لي كومبليكيشن اللي هي الوحده من الانترافرينيال هومورج مو صحيح؟ فاحنا لازم يعني يمكن نعتبره هذا الضغط عالي ويمكن نعتبره مودريت ويمكن نعتبره مايلد. فالمايلد هايبرتنشن ترى مو صعبه بس تحفظ اول واحد تقدر تطلع الورم. هسه اول واحد المايلد 100 واحنا مو قلنا الضغط السيستوليك 140 لحد 49. الدايستوليك 90 الى 99. المودريت يبدي من 149 يصير 150 الى 59. الدايستوليك كان 99 يصير 100 الى 110. السيفير من الاكثر او يساوي 160 على اكثر يساوي 110 صار واضح هاي تعرفها على تعرف السيفيريتي اوف هايبرتنشن هي المفروض ما ادري بالباطل نقسم لكم اياها لو لا اوكي احنا تقسمنا بالاوبستريك ليجي بالباطل قايلين معتبرين سيفير جديد الضغط 103 35 الى 85 مو صحيح؟ اي احنا لا هذا بالاوبستريك يعتبرون ال 140 ل 90 لانها فرق هسه تختلف بس البري اكلامسيا لان احنا نحكي عليها ونركز عليها ونحكي على السيفيريتي مالتها لان كلش مهمه از امالتي سيستميك ديزيز اما انت نقول بس مجرد ارتفاع بالضغط از امالتي سيستميك ديزيز سبيسيفيك تو بريجنسي اني هم يعني بس خاصه بالبريجنسي خاصه بغير مكان افكتنج 3 تو 5% اوف اول بريجنسيز بالبرايم جرام 15% شوف بالبرايم يصير اكثر بالمالتي 7% فهو ديزيز اكثر شيء بالبرايم جرام اذا بحث حكيتها قلت لكم هي نوع احتمال اميونيتي تو ذا سبير هذا السبب البيضه البرايم جرام بتتعرض لاول مره تصير عندها بري اكلامس ريسك فاكتور فور بري اكلامس يعني كود مور كومن از اكستريم ايج يعني عمر كلش صغير عمر 14 16 والعمر مو كبار ليش عمر مو كبار؟ لانه عندهم كرونيك هايبرتنشن يصيرون بعدين بري اكلامس مور كومن ان برايم جرام قلناها مور كومن ان ذا شورت اند اوبيس بيشن يعني بادي ماس اندكس مالتها 35 او اكثر is familiar يعني اذا وحدة مريضة امها وخواتها عندهم بري اكلامسيا تصير عندهم. More common in cases with excessive amount of chronic tissues such as ايش قلت هسه؟ هذا تيفورمول 70% بيصير عندهم cases بري اكلامسيا. Multiple pregnancy large placenta و hygros vitalis. ياما الهايجروس فيتاليس هذول اللي عندهم infection مثل السيفلس مثل الار اتش كومباتبل سايت لارج بلاسنت مثل سايتوميجالو فايروس هي حسب انس لارج بلاسنت يتعرضون سوون بالاكلامسيا بور كنترول دايابيتس لان قلت لكم البارحه الدايابيتس ريسك فور بري اكلامسيا والبري اكلامسيا ريسك فور دايابيتس مور كومن انفيشن وذ بري اكلامسيا كرونيك رينال ديزيز اند بريفيوس بري اكلامسيا عندها بريفيوس تتكرر مليون بالمئه اوتوميون ديزيز لايك اس ال اي انتي فوسفوليبيد سيندروم واحد قلت لكم ليش يصير عمل خلال ابورشن؟ لان هذول مرات عندهم اس ال اي والاس ال اي خضراء لازم تتابعها مو بس على مجرد خلال ابورشن يتابعها علما على البري اكلامسيا. بوكينج دايستوليك بلاد بريشر 80 ملي مركري اور مور. ليش؟ قلت لكم هي المفروض بيضه بدايه الحمل ضغطها ينزل بس اذا لقينا دايستوليك 80 وعندها بروتين يوريا شويه 1 بلس مو سيجنفيكنت نخلي بالنا لازم تتراقب احتمال تصير بري اكلامسيا. is not associated with increased incidence of hypertension in later life. يعني الغريب بيها من هذول اللي قاعد يقولوا بريك تانس مو دائما يسوون كرونيك هايبرتنشن.
طبعا بري اكلامسيا اكثر مالتي جرافيدا يعني اكو عده اسباب تقريبا تشبه البرايمري جرافيدا دوس وهات السيجري هي بيرسبرنس يعني عندها حمل بري اكلامسيا الحمل الاول كان سيفير دوس وهات دير بارتنا بتوين بري تشينج بارتنا قلت لكم ليش يتغير زوجها نوع من الانوريكس Pregnancy is complicated by HMOL, multiple pregnancy, gestational diabetes, those with antiphospholipid syndrome, and those with family history and dyslexia. Fact about preeclampsia. Unknown etiology is a disease of thyroid. لحد الآن ما معروف ليش. It is a disease of primary gravid. على أكثر ليش تكون كمان أكثر. It's a multi-systemic disorder. Antenatal care can reduce the incidence of disease. بعض كنا يعني الوزن مال الزاد مالتها نعطيها اسبرين من 12 ويك وهكذا ممكن نقلل الديفلوبمنت مالتها. It's a progressive disorder. يعني انا من المستعده ما اقول بري اكلامسيا ما اتوقعها راح يروح المرض. او في السبير تقل تصير مايل. هو progressive من صار دمج بالاوردر راح يزداد اكثر. لهذا السبب اللي هي ديفنتيف تريتمنت اوف بري اكلامسيا هي شنو؟ تيرمينيشن اوف بريجنسي. هسه طلعوا البلاسنتا سبحان الله غطيت ورا ساعة ورا الولادة ضغطت بالشمال. It's a progressive disorder. قلنا ديفنتيف تريتمنت يفرنش اوف بريجنسي. Etiology of pre-eclampsia. طبعا الكوز اللي لحد الان انه بس مرات يقلت جينيتيك فاكتور together with abnormal immunological reaction to the first pregnancy has been postulated and this leads to defective trophoblastic invasion of the spiral arteries. And as a result, the spiral arteries remain muscular and dilated and respond to pressure agents such as angiotensin. The proof of that is the fact that we have the placenta. The placenta and the placenta. The fact that we have 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 the placenta. وايد على مود الكلوسر فلو واكو سيلز تساعد البلاسنتا تسوي انفيجن امبلانتيشن. اذا هاي السيل ما سوى انفيجن صحيح صار اسكيميا وصار بازوسباتم وفي السيل اللي توسع الارتريز هم ما اشتغلت صحيح راح الارتري شو يصير؟ نرو. مين يصير نرو؟ يصير برجر. مين يصير برجر؟ راح يسوي الى اندوثيليا الدم. اوكي؟ فالبلاسنتال فلو ريدوس واكو ريزيستنس بالبلاد بوزوز هذا راح يطلع بعضه اكتف اندوثيليال ماتيريال هذا الاكتيفيشن اوف يؤدي الى اكتيفيشن اوف كوكليشن كاسكاد اند مالتي سيستميك دامج. جنرايز ماتيرنال اندوثيليال دامج راح تساعدها انه اندوثيليال دامج جنرايز مو بس مكان البلاسنتا بالبودي كله. فهذا الدمج افكت افري سيستم ان ذا بودي وذ ذا فلوينج افكت راح تشي راح يسوي بالكل اورجان. إنها maternal factor, immunological, hereditary, family factor. عندنا fetal factor, fetus هم يسوى immunology أو مثلا هو خلينا نقول multiple pregnancy, HMOL على عبر fetal factor. يؤدي إلى abnormal placental vasculature. هذا يسوى placental ischemia. Placental ischemia راح تطلع بعضه active substance اللي هي cytokines, radicals, and peroxide. ويطلع thrombaxin, prostaglandin باريتي يسوي خلل بيناتهم كذلك راح يسوون اندوثيليا دمج. اندوثيليا دمج بالرينا وش راح يطلع جوميلار بالليك فيطلع لنا بروتين يوريا. بالاكتيفيشن اوف كوجليشن اند اجريجيشن راح يسوي لنا دي اي سي تسميهم هيموليسيس وتسمون هاب سندروم. نفس الوقت الكابيلري ليكج راح يسوي لنا اوديما يعني يطلع الفلويد اكسترا باسكولار تصير عندنا تشو اوديما. اكو باثولوجي جديد بعد هو يوتراين رنين انجيوتنسين الدستيرون سيستم راح يصير فيه خلل راح يطلع لنا يسوي لنا صوديوم اند فلويد ريتينشن. صوديوم اند فلويد ريتينشن شو يسوي لنا؟ اوديوم. اوكي؟ زين باثو كونستراكشن ممكن يسوي لنا هايبر تنشن ومن هايبر تنشن يسوي اوديوم بنفس الوقت يسوي لنا سبارتري اند هارت بروبلم هارت فيلر ار بي اس. بالبرين اذا صارت اوديما يسوي انتر احتمال يسوي لي الاوديما يسوي لي السيزر هي تسوي ريدوس سيزر الفيت ونفس الوقت الضغط العالي ممكن يسوي انتر مبرج. صار واضح هذا الفتره بس يا رجال عم تفتهموه مو يعني درج هو اللي بفهم هذا. ف
فمعطينا الثلاثه نفس الحكي اللي حكينا انه مثلا الكارديو فاسكولار شو يصير عندهم كدني شو يصير بها الليفر وهكذا. فمين المراكز السيفير اللي قاصر كبير والرايت هابر كونفينيال ريجن فتخلي عندها سب هابلر ليفر هيموريج صار واضح فهاي ريسكي. فالمريضه تجي بري اكلامسيا او اكلامتيك فيت خاصه اكلامتيك فيت المريضه ترجع لها علامات راح نحكيها هسه. كومبليكيشن اوف بريكامسيا هي فيتوبلاست انتر ماترنال كومبليكيشن ونفس الحكي دا يتكرر. هسه بريكامسيا كلاسيفيكيشن اكوردنج تو سيفيريتي از مايلد. شلون نعرف هاي بريكامسيا جتني من غيرها اذا ما عنده بريكامسيا ضغطها يكون 90 الدايستوليك 90 الى 99 الدايستوليك 140 الى 49 نفس تعرف تنسى على القراءات. نو سيجنفيكانت بروتين يوريا مرات كلش يعني 300 يوصل بس اهم شيء اقل من 5 جرام بير داي. يعني مرات نص سيجنفيكانت ومرات اقل من 5 جرام بير داي. نورمال فيتال جروث يعني ما صاير اي او جي ار. زين وراها شوف رسم سيفير ماكو مودريت يعني اذا مو تغير كلاسيفيكيشن تاع ضغط قلنا ضغط مايلد مودريت سيفير هنا شنو؟ مايلد سيفير. قلت لكم انا قبل شويه از بروجريسيف ديزيز. ففجأة خلال ساعات يتحول من مايلد إلى سيفير. شوف السيفير شنو صفاته؟ دايستوليك بلاد بريشر مالتها 110 ستوليك 160 أو أكثر. أكو هنا سيجنفيكانت بروتين يوريا أو فيتال جروث ريستريكشن ريتارديشن. بروتين يوريا إيكوال أور مور 5 جرام بير 24 أورز. سيرم كرياتين إليفيتد أكثر من 1.2 ملي جرام بير ديسيلتر. بديت ليس المريضة تجيب لي كلام لازم تديها بروتين يورو تديها ليفر فاكشن تيست وكمبليت بلاد كاونت. صار واضح؟ فنلقى عندها بليت ليت كاونت أقل من 100,000 انكريز ليفر انزايم ابي قاصر كبين هيديك او لك مرات عندي غواش بعيوني اوكي دايخه راسي يوجعني بلاريك اوبجن مرات يصعدهم رينال اكسيد ريتينال اكسيد يصير بعد ايش لك ماش صار الضوء من قدامي اضافه الى مرات يصعدهم احتمال وياهم عندهم انتي باتم هم رجليه ابروشيو بلاسنتر بس احنا مشينا يوم خلط ابروشيو بلاسنتر هذه سيفير. زين تقول دكتوره بعد اكو شيء اسمه ايمينت اكلامسيا هالتقسيم الثالث شنو ايمينت اكلامسيا؟ تقريبا نفس صفات السيفير بس نضيف لها فقط فيجوال ديستربنس اللي هي شنو صفاتها فلاش عن فلاش اوف لابيرنت اكو شغلات تلمع قدامك او ديبلوج يكون شوف مزدوج هاي من علامات هاي ايمنت اكلامس يعني مين راح تصير كت بعد هاي لازم انا اكثر لا تنطي انها بدوس يوم صوتيت وبعد شو العلامه الثانيه اللي تفرقها عن السيفير بري اكلامسيا هي هايبر ريفلكسيا اور كلونس هايبر ريفلكسيا مال تندر ريفلكس مالت الليك تصير كلش هايبر اور كلونس تصير عدل شايفين بالباطنيه علمكم عليها ها؟ اوه هي تصير هاي الاعراض عندها. فبنصير عندها هاي تسموها ايمينت على وشك الحضور الاكلاكتيك على وشك الحصول. التقسيم اللي هو اكثر سبيل هي الاكلامسيه اللي هي مريضه تصير اكلامتيك فيت ومرات مش ضغطها عالي، فايش قلت لكم عن سبيلتي اوف بريك كانسر تعتمد على الضغط؟ لا على الماركر اللي قلناه. هذا الماركر ليفر انزايم الثاني سيمتوماتيك البيشنت اكثر شيء نعتمد على السيفيريتي هي بالكومبليت بلاد كاونت بلاد ليت كاونت والليفر انزايم والبروتين صار واضح؟ فالاكلامسيا شو هي تعرف الكامسيا؟ كامسيا از ايميجر اوف الميجورتي اوف ذا كيسز ات اكر انتي باكتم يعني قبل الولاده وممكن يصير انترا باكتم ممكن يصير بوست باكتم طبعا 25% من الاكلامسيا تصير بعد الولاده فبعد الولاده 24 ساعه الاولى كريتيكال يعني بيضا نطلعها ونجيبها لازم نراقبها لمده 24 ساعه لان كان ما عندها كلام تكفت بس ورا الولاده تصير قلت لي دكتوره انت مو قلتي من ورا ما طلع قالت انت ضغطها ينزل اي هاي اللي بعدها ما صار سيفير دامج ما وصل الاكلام تكفت اوكي الباثولوجي اوف اكلامسيا از ثوت تو انفولف سيربرال فازل سبازم ليدنج تو اسكيميا ديستربشن اوف بلود برين بارير Andrological complications may include coma, focal motor deficit, and cortical blindness. حتى ممكن يصير عندها blindness. Differential diagnosis خلي ببالك هي cardio CVA, amniotic fluid embolism, motor intoxication, meningitis, or cerebral malaria. يعني حتى ما إذا طبت الديب كوما ما قعدت لازم نشك بين الأشياء.
ثينك اوف فيشر اوف بريجنسي. شو تقول ثينك اوف فيشر مالتها؟ هي با يعني اكو فاريشن او مساحه واسعه من الكلينيكال سيمبتوم حسب السبريتو اوف بريجنسي. مرات البيضه تكون اسيمبتوماتيك خاصه اذا كانت مايل، بس تكون قمرتها عالي وقاعده بروتيدوريا. اللي هذول اللي يجون السيمبتوم مرات بس بالمايل بس عندهم بيتنج اوديما نن يعني جنرايز بيتنج اوديما. شنو جنرايز؟ يعني وجهها وبديها ورجليها، مو بس رجليها. اذا بس رجليها شو يسموها؟ ديبندنت اوديما، هاي مو فد شيء. بس اذا جنرايز فمعناها شو نسميها؟ على اكثر نفكر بالبري اكلامسيا. وسيمبتوم ممكن تصير ما يرجع عندك هيدك بيرنج اوف فيجن، هاي الاشياء اللي عددناها بالسيفيريتي حسب السيفيريتي اوف بري اكلامسيا. اكو شيء الانتينيتال مانجمنت هي انيشال اسسمنت. انا الميضه شيكت على الموضوع لازم اقوم شيء اسوي لها اسسمنت، انا شيك الضغط مالتها اشوف الحد وين واصل، مايل مودريت او سيفير، بعدين اسوي لها اعطيها بروتين، اسوي لها بروتين يوريا واتاكد انه وين واصله هي بالمايل دو السيفير، والليفر انزايم والبلاتلت كاونت على مود اشخصها هاي مايل سيفير امينت لو او هي تجينا اسف اكلامسي. صار واضح؟ وهاي شاحتها البارحه شلون تشيكون الضغط. بس البروتينيوريا يقول الدكتور يعني مرات سامعين هاي ديبستيك هاي يسوون التحليل مال ادرار بلس 1 بلس 2، هذا ريلايبل؟ لا هذا مو ريلايبل، هو صحيح لازم خلال 24 ساعه. يقول زين دكتوره مرات صعب اني 24 ساعه يوري، او انا اذا بدي اشخصها بسرعه يعني مو انتظر 24 ساعه انا بدي اعرف. فاكو تحليل ثاني هو نسبه البروتينيوريا الى الكرياتينين، فنسبتها اذا طلعت 30 ملي جرام بروتين يوريا على 1 ملي مول اوف كرياتينين هاي تعتبر عندها بروتين يوريا وتخدم للبري اكلامسيا. مجمد او جستيشن هايبرتنشن، هسه نجي مجمد كل وحده الجستيشن والبري اكلامسيا والكرونيك. جستيشن هايبرتنشن قلت لكم هذا بناين كونديشن، فمجمد مالته ممكن ات ذا هوم يعني مو بالهوسبيتال. فحسب الضغط مالتها، اذا كان الضغط مالتها 140 السيستوليك الى 140 49 دايستوليك 99 الى 99 هذه منطقه ما في تحتاج ما في داعي للعلاج يعني الالتهابات بس ندزها للبيت نسوي يعني فلو اب ويت بلد بريشر يورين فور بروتين تجينا كل اسبوع نسوي لها يورين بروتين خاصه تتحول لبري اكلامسيا. ريس ات هوم اوف نو بنفيت ما في داعي لا ريس اوف هاند سيديشن از نوت نسيسري. If labor has not come with after induction may be advocated largely on the umbilical ground. يعني المريضة تبقى الليبر مالتها حسب هي تصير ولادة طبيعية ولا عبرت من 40 ويك اسوي لها اندكشن اوف ليبر. وإذا هي سيزارين فور انذر كوز اسوي لها سيزارين سكشن بس مو على مدة ضغط اسوي لها سيزارين سكشن. إذا ضغطها يعني مودريت 150 إلى 9 إلى 100 إلى 109 ميلي مركري هذول ممكن نعطيهم تريتمنت اورال هي لابيتولول ذا فيرست لاين اوف مانجمنت اوف بلاد بريشر. وخلي بالي ضغطها يكون يعني سوري 140 الى 150 واذا سوري من 80 الى 100 حد 100 اكسبتبل. بس شويه فرق شيك يوريا اند الكترولايت ليفر فاكشن تيست اند فلو بلاد كاونت مره واحده شيك ما عندي شيء. بعدين ارجع مراقبه مالتها بالاسبوع مرتين اسوي لها بروتين يوريا. لان ليش هالمره دي كانت كل اسبوع مره هاي مرتين هاي ريسك تتحول الى بري اكلامسيا. اف بلاد بريشر اكثر او يساوي 160 على 110 هاي ندخلها للمستشفى. ليش؟ لان الضغط العالي مو نخاف على مود تصير بري اكلامسيا، نخاف تصير انترابرينيال هومورج كومبليكيشن حال الضغط من الرتوب الباطنيه. ندخلها المستشفى ننزل ضغطها و ريفيو توايس ويكلي از ابوف بعدين نزل ضغطها لل 100 دايستوليك نراقبها مثل المايل المودريت القبل هم نسوي لها ليفر فاكشن تيست ونقول لها بروتين يوريا وهكذا. والترمينيشن اوف بريجنسي حال باقي المريضات. اكو سؤال عن مانجمنت اوف جستيشنال هايبرتنشن. هسه مانجمنت اوف بري اكلامسيا ذا ايم اوف مانجمنت از يعني ليش بدنا نسوي مانجمنت احنا النار؟ نريد نقلل الكومبليكيشن على المذر وعلى الفيتس ونقلل الاورجانيك دامج. طبعا ممكن اكو ميلات ما يتوفون ورا البري اكلامسيا فاحنا الهدف مالتنا نمنع السيفير ديزيز نمنع الدامج. ريليشن شيب بتوين ليفل اوف بروتين يوريا اند ماتنال اند فيتال كومبليكيشن از بور. فقلت لكم مو شرط الضغط عالي لو بروتين يوريا عاليه يلا تصير عندها
دمج، الدمج اكثر شيء مشهر يصير بالاورجان، يصير بالليبر اكثر من الرينا، يصير بالبلاد اكثر من الليبر والرينا. صار مرات هي كولكشن اوف ذا داتا. اكو دراسه وحده تقول لي قوم انه البروتين مالتها 5 جرام في ال 24 ساعه او اكثر لها علاقه بالكوميونيكيشن اكثر بالنسبه للمذر اند الفيتس. من جهه اكو بري اكلامسيه طبعا هنا يعني راح نعتمد على من؟ على الضغط، الضغط النزله بس كمانجمنت الاساسي نعتمد على من؟ سيبريشن اوف بري اكلامسيه مايلد سيفير امينت اور اكلامسيه. الضغط هذا يعني ننزله شلون ما نزلناه بالجستيشن مو مشكله. فإذا قالت المريضة هي when every cancer has been diagnosed, woman should be admitted to the hospital. A blood pressure should be treated as for gestational hypertension. يعني العلاج ارتفاع الضغط مثل gestational hypertension. بس باقي المانجمنت تعتمد على سبريت أو بري إكلامسيا نفسها. أوكي؟ blood pressure and other vital signs 4 إلى 6 أور، نشيك ضغطه كل 6 إلى 4 إلى 6 ساعات. ساعات لان شنو الفرق هنا عن الانتستيشن هايبرتنشن؟ اول شيء ادمشن تو هوسبيتال ما يصير اطلع من البيت حتى لو مايلد اراقبهم اشوف امورها زينه ومايلد وضبطها تعدل ممكن تروح للبيت وترجع لي كل فتره. بلاد بريشر ضبطها اذا كان مايلد does not require pharmaceutical treatment بس انتستيشن هايبرتنشن على 99 وكافي. بلاد بريشر moderate require treatment to achieve target blood pressure الدايستوليك 80 ل 99. تقول لي دكتور هاي درجه فرق حتى لو بالجمعيه ما يخالف. هناك بالستيشن ايش قلنا؟ 80 الى 100، هنا 100 الى يعني ايش قد التارجت هنا ريكوايرد تريتمنت التارجت مالتك 80 الى 99، حتى لو قلت 80 الى 100 ماكو فرق. اوكي بس هاي دوهر ذيك الحاجه ما ادري ليش يعني ايش فرق هاي الدرجه. بلد بريشر اكثر او يساوي 160 ل 110 ريكواير ارجنتي تريتمنت تو اتشيف تارجت بلد بريشر از ابوف، لازم هم من 100 الى 100 عفوا 80 الى 99. هاي نعطيها اي بي تريتمنت مو اورال. المودريت نعطيها اورال ونزل الضغط، السيفير انجكشن انفيوجن. صار واضح؟ زين. بعد شو نسوي؟ يورين فور بروتين ديلي يوميا. هذيك الجستيشن كانت بالاسبوع مره او مرتين، هاي يوميا. فيتال موفمنت نراقبها، نسوي اقرا ساوند للفيتاس، نسوي له بايوفيزيكال بروفايل، دوبلر ستدي بعد شنو الجروث مالته افكتد. كلينيكال اكزامينيشن انكلود فندل هايت اند اماونت اوف لايفر بالنسبه للفيتاس. بعد شو نسوي؟ اذا ضغطها نزل ولقينا بانه هو ما عندها دمج للرينا او ليفر، فنسوي لها كل اسبوع ويكلي رينا اند ليفر فانكشن تيست از ويل از بليتليت كاونت. كوكليشن تيست كل اسبوع نسويها. مونيتور ذا فيتاس باي الترا ساوند باي سي تي جي وهكذا. بالنسبه للتريتمنت اوف هايبرتنشن قلت لك شلون نعالجها؟ التريتمنت اوف هايبرتنشن هي باي لابيتولول هو درج اوف تشويس والدوز مالتها مذكوره يعني بس يعني ركزوا علينا مثل دوبا كالسيوم شانل بلوكر او بازو دايلكتر مثل هايدرلازين. الدرج اوف تشويس هو اللابيتولول. اوكي؟ يجي وراه مثل دوبا اللي في دبي ممكن نستخدمه. المثل دوبل من سايد افكت مالته هي سيديشن هيديك نايت مارك ديبرشن ديزنس موريتيك انيميا اند بوزيتيف بوست تيست. يعني شنو بوزيتيف بوست تيست؟ قادرين تشيدي فرج يعني اذا وحده ارعش نيجاتيف وزوجها بوزيتيف ولقيت بوست تيست بوزيتيف ويا ماخذ مثل دوبل ما استعجل بسرعه احتمال هذا المثل دوبل اطلع المثل دوبل وانتظرها واسويها. إذا طلع بوزيتيف غول معناها يعني نتأكد لكن ما نعتمد على التيست. نعتمد على الألتراساوند بالنسبة للفيتاس. خاف عدة هيمولس. طبعا المانجمنت إذا المريضة كانت مايلد بري إكلامسية المانجمنت هي الأحسن يقول لك أنت ظل لحد ال 34 ويك مانجمنت ونشوف وراها 34 كونزرفتيف مانجمنت إذا كانت مايلد. ترمينيشن اوف برجنسي انت تسوي لها مانجمنت يعني سنية مايلد وصارت 34 وبعد ضغطها زين وامورها زينه وبعدها ما تبري كلامسيا فالترمينيشن مالتها احاول اوصل ل 37 ويك زين. اذا كان ضغطها سيفير بس ما تبري كلامسيا سوي لها مانجمنت ل 34 وال 34 ويك سوي لها ترمينيشن اعطيها سيرويد سوي لها ترمينيشن. ليش؟ لان هذا ضغطها سيفير فهاي ما دام الضغط سيفير فهاي 100% تتحول الى بري كلامسيا.
العفو العب سيفير بريدنا سيفير مايلد الى سيفير. اذا كان هي المريضه ضغطها عالي وهي سيفير بري اكلامسيا اسوي لها ترمينيشن حتى لو جوا ال 34 ويك لان هاي ما تتحمل تنتظر. صار واضح؟ فهذا عندكم مثل يعني ملخص هذا الحكي حسب الضغط. اذا مريضه مارد بري اكلامسيا وضغطها مايض اتابعها حسب عام 34 ويك. اذا مارد بري اكلامسيا وضغطها عالي انزل الضغط واحاول جيبها بعد ال 34 ويك. اذا مريضه سيفير بري اكلامسيا وضغطها عالي شنو؟ هاي ترمينيشن جوا ال 34 ويك. وهذا المخطط هو الوضع لكم. هسه سبيشال ايج مالته جوا ال 34 ويك. وي سيفير بري اكلامسيا ادمت تو ذا هوسبيتال مالتنا اسسمنت وبعدين يقول لك اي نو كادر اندكيشن فور كونزرفيتيف مانجمنت اللي هي سان سكتور مال سيفير بري اكلامسيا. هاي اذا عمرها سيفير اسوي لها ترمينيشن. مرات يقول لك لا شفناها بعدين تحاليلها صارت زينه شو رجعت مايلد وهذا طبعا غير هم نتابعها. إذا تتابعها أمور نزلت تنتظر إلى 34 وتجيبها. ظلت أمورها لا سبير جوا ال 34 ويك تجيبها. صار واضح؟ طبعا تعبتوا. أدري بكم تعبتوا الموضوع يعني كومبليكيتد بس من تقرا ترجعون تقروا راح تصير أسهل إن شاء الله. زين إجتك مريضة كلامتك فيت أنت بالطوارئ بس راح كلكم راح تواجهوها. زين الطوارئ الباطنية يجيبوا لك كثير يا الحامل مو شرط بالنسائية. تجيك كلامتك فيت او يجيبك اياها هي هسه وضعتها نايمه كوما قال لك دكتور كل شيء ما بيها وقلت لكم مرات الكلامتك فيت تصير والميله ما عندها سالفه تم وفبري كلامتي انت تقول الدكتور ما مشاكيه من شيء شايله صينيه فجاه صار عندها فيت اول شيء يجي ببالك شنو؟ بري كلامتي هي هاي بري كلامتي زين شيك ضغطك زي يقولون بروتين واشوف واعطيها مغنيسيوم سلفيت فالمانجمنت مالت هو راسا كول for the senior anesthetic and obstetric staff for help. اي شغله emergency تعلمنا بالاجابه باللون بالاوسكي بالنظري يقول for the help لان انت وحدك كل شيء بتقدر تسوي. صار واضح؟ secure airway and administer high flow oxygen. المريضه اول تيجي مرات عندهم secretion from the mouth تسوي clinic of the secretion by sucker تنيمها صفح تحط تخلي تفتح الموت مالتها باي يسموها يعني اورال بيس شايفينها مثل تيوب صغير ليش؟ لا تحاول تفتح حلقها باصابعك اذا صارت فت تكسر اصابعك ولا بتنتبرزها تكسرها وتبلعها حاول ابد تستخدم هذا لا تفتح حلقها بايدك على مطبخ السكريشن وتحط لها اوكي حاول بالباي تنج بيس يسموها ولا ما سويت تيكينج اوف السكريشن تعطيها اكسجين نفس الوقت لازم بعدين تسوي مانجمنت سكور طبعا نفس الوقت انت ما تقدر تعطيها مانجمنت سكور اذا ما تحط لها كانولا تحط لها تو ورم كانولا تحط كانولا اذا تقدر بسرعه تحط لها ما تقدر مره عام قالت سمعني قلت انا يعني ما اقدر اعطيها ما قدرت راح احط لها كانولا اكو بالباطنه والاطفال يحطون فاليوم ريكتالي اوكي ممكن بس انا ما احب تستخدم الفاليوم بالنسبه للكلامتيك فيت لان هي ترجع من جديد وتسوي سيديشن بس اذا انت مضطر اوكي الافضل تخلي بالك تعطيها اكسيوم سبت تحط لها كانولا ولا تقول كانولا احتمال اصير بليد تحط لها بلاد تحط لها كافتر ليش احط لها كافتر؟ اذا اشوف اليورين اوتبوت مالتها او اليوريا لا اشوف طلع اخذ منها يورين فور بروتين صار واضح؟ وبعد بس هي عندها ضغط عندها كلامتك فيت، شو تسوي لها كنترول اوف هايبرتنشن، تسوي اوف كلامتك فيت، ومونيتر فايتال ساين، وديزها كومبليت بلاد كاونت، وليفر فاكشن تيست، رينال فاكشن تيست، اند بروتين يوريا. الكنترول اوف فيت، شلون تطلع مغنيسيوم سلفيت؟ مغنيسيوم سلفيت تجي بياله بيها 5 مول، كل مول بيها 1 جرام، ركزوا علي اكتبوها هذه. هاي تسالون بيها بالامتحان. بيالة تجي بيها مرات 10 مول كل مول ب 2 مول بها 1 جرام او تجي 5 مول كل مول ب 1 جرام. انا شو اعطيها؟ اعطيها انترافينوس راسا بالسرنجة بدون تخفيف. اعطيها اول شيء 4 جرام الى 6 جرام بس خلال ايش قد راسا اعطيها اياها دايركت؟ لا خلال 10 الى 20 دقيقة. يشوفون اذا بيضة عندها فت راسا تصير ستوب، واذا عندها فت سابقا بنعطيها اياه بعد ما تصير عندها ريكرنت فت. نعطيها ورا ما اعطيناها هي خلال 20 دقيقة بعدين
نعطيها مالتينس. المالتينس هي يعني 5 جرام 500 سي سي جلوكوز ووتر، ونمشي بالساعة 100 سي سي يعني 1 جرام بير اور. صار واحد هاي مالتينس، المالتينس جدا نستمر عليها لمدة 24 ساعة. المشكلة بالمغنيسيوم سلفيت هاي توكسيسيتي، يعني بينا ممكن يصير من وراء ريسبيراتوري فيلر هارت فيلر. صار واضح؟ فلازم من نطيه احنا ضامنين عدد مالت الانتيدوت والكالسيوم جلوكونيت. كالسيوم جلوكونيت اللي هو 1 جرام اللي يسموه رول اوف 10 10 من اوف 10% اوفر 2 مينيت از ادمستر تو ريزيرف مغنيسيوم توكسيسيتي. يعني الدكتور تقول اذا مرات بدك تراقب المريضه اذا صارت توكسيسيتي لازم توقفها وتعطيها كالسيوم جلوكونيت. اول توكسيسيتي تشوفها بالمغنيسيوم سلفيت هي شنو تراقب المريضه؟ هي ابسنت اوف ريفلكس. ريفلكس مال جهه تصير ابسنت، من تصير ابسنت لازم اوقف المغنيسيوم سلفيت وراقب المريضه. من ترجع على الريفلكس ممكن ارجعها بعدين. ممكن المريضه من التوكسيسيتي مالتها العلامات تصير سبارتري كلابي وتصير سبارتري ريت مالتها تقل عن النورمال وهارت ريت تصير بردي كارديا وتصير ساينوس تقل اوكسجين ساتوريشن. فهي كلش مهمه تنتبهونها. وبعد شو ننتبه من التوكسيسيتي مسافر خاصه المريضه اذا جابت ورا الولاده هو يشتغل تيكوليتي تدرج يعني يسوي ريلاكسيشن اوف ذا يوترس فممكن تصير بوسبارتم هومورج فلازم اراقب المريضه. ممكن الاذر دراج هي الدايزيما يعني نستخدم احنا اخر شيء مغنيسيوم سلفيت اذا استخدمناه وبيضه مره تركرت وما وقفت ممكن نضيف وياه دايزيما. ممكن نستخدم الفينيتون ممكن نستخدم التايوفينيتون اذا لن استخدمناه وبيضه ما وقفت السيزر مالتها مره تركرت شنو نعطينا؟ طبعا كل الكلام تكبيشن ترمينيشن اوف بريجنسي وات ايفر ذا جستيشن اوف ايج حسب ما جبنا 24 ويك. صار واضح؟ انا مو خلي بيضه تفوت تسع فت. زين اذا المريضه ظلت ريكرنت ابورشن عفوا ريكرنت فت. جنرال انستيزيا سوي طيب. جنرال انستيزيا ايش فيك طلع ذكرت جنس بارك ولا عادي تصير. اوكي كنترول اوف هايبرتيشن هي باي فادريلازي لابتول ودوكسوزايد هاي هي الانفيوجن وهاي دوز تقوها انتم. فاردر مانجمنت هي بروفلكسس انتي كوجلانت معرضين للدي اي سي نعطيهم هي بارين. فلويد مانجمنت تخلي ببالك مو تجي بيضه تعطيها براحتك الفلويد هذول لا يبون فور وات بلمناري اوديما. معظم الديت فروم كبري كلاسي ديو تو بلمناري اوديما اند هارت فيلر فهذول لازم نعطيهم 80 مول بير اور. قلت لي الدكتوره قبل شوي قلت لي كل ساعه مشي 100 مول. لا تمشي 100 مول حط بال 250 سي سي 5 جرام ومشي نص مول يعني 50 مول بالدق بالساعة. هاي ما فيش وقت تحسبون الدرج شلون تحسبون الفلويد بالساعات. ديليفري اوف ذا فيتاس ممكن اذا كانت الميضة خلينا نقول فولي دايليتد وما عندها كلام فيتاس هي باي نورمال رجعنا ديليفري. اذا لا الميضة كانت بعيدة عن الولادة مثل البرايم وعندها كلام فيتاس فهي باي سيزيريان سكشن. الانستيك ايشو سيلفا الدكتور انا نعطيها جنرال انستيزيا لو بديورا يعني عفوا سبانال انستيزيا دول سيزيريان سكشن. طبعا اللي دول بديورا ولا انستيزيا اثناء الولاده يفيد المريض يقلل الضغط مالته ويقلل الزايد، الزايد هي ساعه الضغط بس مشكلتها المريضه ممكن اثناء الولاده تحتاج دليفري باي انسترومنت يعني تطول الولاده مالتها. بالنسبة للسيزاريا الجنرال انستيزيا بالسيزاريا تكشف شوية بيها مشاكل، من يحيطون الجنرال انستيزيا راس يصير شوتنج اوف بلاد بريشر ممكن البيضة يصير عندها انتراكرينال هيمورج، لهذا السبب اكو كلمة خذيت لكم اياها مانجمنت اوف بلاد بريشر كنترول اوف يعني سيزاريا ورا 24 الى 48 ساعة بعد الكنترول اوف هايبرتنشن. بس مرات البيضة خلينا نقول يعني كلامك فيت متكررة وفي تلبرادي كارديا ما ننتظر 24 ساعة، أقل شيء 4 ساعات تسوي كنترول وندخل السيزارين. بس مرات تصير تدخلها فجأة وهي إكلامتك فت رأسا جنرال أنستيزيا؟ إي صارت وياي يعني. استلمت مريضة شوفوا المرات التيرلس مالت الأطباء الخبيركم، أنت مثل مقيم، نتروح لأي ردنة تستلم الخفارة، لا توثق بأي واحد. عسى ما اشطر واحد الاول شيك ورا الضغط شيك فايتال ساين هاي البيضه استلمتها كل شيء ما بيها برايم جرام ده راح يصير فولي
وضغطها طبيعي وشاف ما تقريته كله طبيعي. دا أسلم المريضات بعد الجهة الثانية ساحة ودكتورة هاي المريضة صارت فولي بتموتوها سكت ستيج عساتها جاي يبوها سكت ستيج المريضة مرات حق على طالية يمشيها على مثل عكسي كده البيبي ينزل فبنوها صوها الستيج يساعدوها رأسا وقعت فت إفلام تكفت احنا بعدنا التيم الجديد هسا ونسلمنا يعني آني والقبلي والقبلي كم البورد هاي الفرس سلم من الفرس والسكل من السكل وأنشت فورت سلمت من الفورت بعدنا نسلم كيسات احنا معلمتهم هاي التيم مالت نسلم سووا شارتات جديدة ما لها علاقة بالشارتات هاي صارت فولي أثناء الاستلام بعدنا فمن صارت فولي أنا قلت الاستلام مالتها أسجلت المريضة هي فولي طبعا صارت في تغبرة ديكاردية الباقي يسوي لك وجوه مكسور صفيت بسرعة أنا حاطة جيب البيبي هي بالقاع الابلكيشن مالت سمعتي لا بالقاع متكسر قدام لازم قدام عشان تصير شغل صحية ما قدرت اسوي الانسترومنت، البيبي صار صغير براديكارديا خاصة بالبنت وزعت وقت خمس دقائق يلا صار ديليفري، رأسا صحته اقول الانستيتيت قبل طينا الانستيتيت جايب البيبي على مود البيبي. ضغطها ما كانت ترفع من الحسن حط كان ضغطها مو كلش عالي. فرأسا سوينا لها السيزارية طلعنا البيبي شوفنا هاي اضطرتنا ضروري بدنا نسوي لها بعدها كلام تكفت وسويت لها السيزارية. لان داخليها البيبي يروح. فتضطر بس اذا انت عندك وقت تخليها كم ساعه تصير كنترول انزل ضغطها واسوي لها سيزارين سكشن. البروفلكسز يقول لك اللي هي بارين المرات يقول لك يفيدنا اكو دراج اعطيها تمنع البريكلامسيا مثل ما قلت لك الكالسيوم سبلمنت الاسبرين ممكن يقلل الدبلومات او بريكلامسيا. الكرونيك هايبرتنشن مانجمنت مالتها لان هي عندها كرونيك هايبرتنشن قبل الحمل ممكن تاخذ ادويه تسوي تيراتوجينز مثل الكابوتين اللي هي الانجوتنسين كوزباتيك انزايم انهبيتر هذول المفروض يعني اغيرهم والدايركت بيس كونتراكتد ان بريجنسي هذول اللي نديهم لو اسبرين دوز اوف اسبرين دورنج بريجنسي والثرومبوبروفلكسز المانجمنت مالتهم بالهايبرتنشن لايف جستيشنال هايبرتنشن نزل الماض ومدشون شحته كذلك باي مثل دوبا لابت ولو نفيدبين عن هذا اللازين الهم شيء ضغط ماتك الايم هو هم من الدايستوريك 80 عالمية والسيستوريك مثل ما موجود طبعا انها تخلي ببالك هذول اللي عندهم كرونيك هايبرتنشن مور لايبل صغون اي جي ار من بداية الحمل فاراقب الجروث اوف ذا فيتوس بالنسبه للترمينيشن اوف بريجنسي يفضل يعني اذا كان سنج ماتشورتي ليس ذان 34 صارت سيفير هايبرتنشن واعراض سيفير وبريجي كان سوياها تسوي ترمينيشن قبل 34 ويك واذا كانت ميد اوف كنترول تسوي ترمينيشن افتر 37 ويك. اكو سؤال طلاب؟ الاسبرين احنا ممكن اذا عندهم ريسك فاكتور مثلا عندنا سيفير بري كانسي بالحمل القبلة او عندها فاميلي نعطيها اسبرين بدايه الحمل. الكرونيك هايبرتنشن هو ريسك فاكتور للبري كلامسيا فنعطيها اسبرين من بدايه الحمل على مود يبلكت ما تصير بري كلامسيا. اوكي؟ يعني نمنع حدوث البري هي كرونيك هايبرتنشن انا حكيت على الكرونيك. شنو علاقة الاسبرين بالبري كلامسيا؟ لان هي كلامتك كلش هو يعتبر هو انتي انفلاماتوري يعني يقلل الاسكيميا شلون راح تساعد الاسكيميا كارتس يقول له اسبرين مرات يقول باثولوجيك ثرومبوس بالبلاسنت يسوي لنا بري كلامسيا فنعطيهم اسبرين هذول كرونيك معظمهم اعمارهم كبيره بس احنا تجينا المريض عمرها 40 سنه وحامل هذول اعطيهم اسبرين على من البدايه على مود هذول مليون بالمية عندهم يعني بري كلامسيا. الحمد لله والله مو مناسب انا هذا يساعد الطلاب مو غني انا جاي ساعتين بخير بس ويا مرحله؟ خمسة؟ والله